يقول انا ماشي في استطاعه ديالي، كتحاول انك تنقص مع الثمن الى الحد ان اللي عطاوني الدراري، لانه اصلا انا غير كسبيكر، انا ماشي ما منظم لا ماستر ما منظم لا هذا، يعني انا غير عيطوا ليا قال لي انت غادي تدوي على هادشي وهادشي، غادي نجي غندوي على داكشي صافي، شي حاجه اخرى انا راه كاع ما كندير. الى بغيت نعرف اللي بغيت نعرف اخر ما كان في ايفا، شنو تنصحني؟ لا اذا بغيتي تعرف اخر ما كان في ايباي اخويا هو تجرب، جرب يعني ايباي اصلا ما كتحطش بريفيسي بوليسي ديالها انه دارتي حاجه ولا، يعني يقدر انه غدا ترشق ليهم يديروا واحد رينيو مع الناس اللي خدامين في السيبو يقول لهم هاد المغاربه ما تبقاش تحل ليهم كونتاكت نهائيا، واخا ما عرفتش يدير صافي ما كيطلعش لك باللي في بريفيسي بوليسي انه بان، ولكن كيطلع لك انه بالتعامل ديالهم كيطلع لك انه بان، يعني هذا هو حاجة. ونطوف في جروبات، راه غير الجروبات مثلا انت راه بغيتي تعرف اخر حوايج على ايباي غير الجروبات، حيت ايباي ما غاديش تخسر السمعة ديالها وتقول لك انني منعتها اقتصادية وتبدا تشري من الانترنت بزاف، طلع عرفتي شحال هتشري، ولكن علاش غتحضرها؟ اذا غتحضرها تحضر غير سير الاكونت، غير تعيط لهم يقول لك علاش هما اصلا كاع داروا هاد السيستم الاول لاخره، غير باش انهم يفلتريو، جيتي انت يقول لك سير، جيتي انت يقول لك مرحبا على حساب ليكسبيريونس ديالك. اذا ما بقاش باغي الناس اللي يلاه بادين في التجاره، ما بقاش باغي الناس اللي ما كيعرفوش يدويو اصلا بلونجلي، غادي تبدا تفتش عليهم يقول لك بدل البلاتفورم كتشكل علينا هاي ريسك، ما بقاتش بغات الناس اللي كيديروا سبام، يعني الناس اللي غيبقاو سبامي كتقول لك صافي بدل عليا هاد البلاتفورم ما تبقاش تجي عندي، هي ما عند بدل البلاتفورم ولات فيك اي دي كارد، كاين واحد السيت سميتو فيك اي دي كارد، اي دي كارد ما تلقاهم غادي تلقاهم بزاف، دخل غير فيك اي دي كارد غتلقى بزاف ديال وحاول انك تسكاني الاي دي كارد ومسحهم في فوتوشوب وعاود ايديتي بطريقه عاديه داكشي كلاس لي زانفو. المهم ها هو الاخ احمد راه حدا الماستر وهو اللي كيعطيك التقييم، انا ما عيطتش ليه في التليفون قلت له حط التقييم، حنت عرف انه داكشي اللي داس لا من ناحيه القاعه لا من ناحيه طريقه الشرح لا من ناحيه الطريقه اللي كنتواصل مع الناس، ما كان دويش انا بواحد اللغه ديال الخشبه وكيف ما كتسميوها نتوما لغه الخشبه، ولا كندوي بطريقة عادية عادية كنحاولوا ما أمكن نوصلوها بأي أي لغة، المهم أنت خصك تخرج فهمتي، دخلتي ما فاهمش خرج فاهم، هذا هو الماستر مايند ديالنا حنايا. شي حاجة أخرى ما عرفت، أنا كنقول لك فاش كندخل أنايا خصني داكشي اللي تحط ليا أنايا، مثلا كتجي الورقة عندي أنايا فاش كيصيفط لي الدري المحاور اللي غادي ندوي عليها، كنشوف هاد المحاور هادو كنقول أن هادشي الشخص غيدخل ما فاهمهمش، دابا نقدر نقول هاد الشخص ما فاهم خصو يفهمو خصو يخرج فاهم، كنحط كان ايماجيني الناس اللي جالسين حدايا كنقول هذا هنا وهذا هنا وكن نقدر ندوها مع راسي، سمعتي نقدر ندوها مع راسي انا نقول انا خصني نشرح لهذا كيفاش غادي نوصل ليه، وكنتخايل الطريقه ولا الفكره اللي غادي ندوي معاه. الحمد لله شرحت لك قلت لك ايباي هي واحد المنصه ديال التجاره الالكترونيه صافي، جيت عند واحد ما كيعرفهاش قلت له ايباي واحد منصه ديال التجاره الالكترونيه قال لي ايه، جيت عند واحد اخر قلت له واش كتعرف السوق قال لي اه كنعرفه، قلت له ايباي هو واحد السوق تقدر انت تمشي تشد واحد الساك تجلس دير شي كروسه ولا شي حاجه وتبيع، داك الكروسه سميتها ستوك، داك الساك اللي غادي تبيع هو الايتم ديالك، هكا غيفهمها علاش، لانني مشيت ليه على واحد المعلومات اللي اصلا كيشوفها يوميا وقدر انه تخيلها اي وقت قلت لي شنو هي ايباي يقول لك اشنو هي،
واش يمكن نوصلها غير بيه؟ وتقدر توصلها اخويا في يومين ولا 3 ايام. يعني انا ماشي صعيبه انك تضرب مبالغ، غير هو صعيب انه يوريك الميزانيه ديال باي بال. حاول انك تضرب وباي بال حافظ عليه. اهم حاجه حسبني اخوك كبير ما تسوقش. اخويا احنا اصلا كاع ما كنسوقوا. لاحظتك خويا يونس بري والعزبك. كيفاش تقلب على النيتش؟ النيتش اخويا رب راه دابا كيفاش تقلب على النيتش ولا شنو هو النيتش المول فيه؟ كاينين لي بلوغا اللي كيعاونوك انك تقلب. كاين جوجل بصفة عامة راه كيعاونك. قلب غير دابا مثلا هذا شهر واحد، هذا شهر واحد اشنو كاين؟ كاينين مثلا الملابس ديال البرد، يعني الناس غيبقاو يشرو الملابس ديال البرد. كاين عاوتاني ديال راس العام اللي قبل، يعني كنقول لك من 30، لا من شهر 12، يعني من بداية ديال شهر 12 حتى الاخر ديال شهر 12 كان الناس كيشريو داكشي ديال راس العام. عاوتاني انا مشيتي، يعني راس العام بصفة عامة كتسمانيش، خصك تقلب في واحد الميكرونيش يعني تعمق فيه باش تجبد. منين كتجيب كومبوليس؟ كاين جوجل اخويا، جوجل فيه كل شيء. جوجل الا قلبتي على كومبوليس غادي تلقاه. ما نخدمو بهاد فيك اي دي كارد، راه تا هو زوين هاد السيت. قلب على يوكي ديك الساعة فيك سلاش اي دي دوت كوم، راه الناس كدو عليه. و الا بغيتي ديال يوكي، بغيتي ديال يوكي، المهم باش نوريكم راه هادو. بغيتي ديال يوكي راه هي هادي هي ديال يوكي ناسيونال اي دي كارد. ولا المهم تشوف كاين ديال ايدوكيشن تلميذ، قلب ديك الساعة انت على البطاقة اللي غتناسبك وكتشريها. المهم راه كتشريها غير مرة واحدة، وحاول انك تخدم بها بذكاء. عارف كيفاش تخدم بها غير مرة واحدة؟ تخدم بها بزاف ديال لي كونت. وانا قلت لك هاد السيت هذا انا نعطيه لكم دابا. فيك اي دي، فيك اي دي دوت سي او دوت فيك. المهم هو السيت هذا خدمو بيه، راه نظرا شكون اللي فيه فلوس. شوف الا خدمتي بيه بزاف، الا خدمتي بيه بزاف يعني خدمتي الديجيتال مزيان، خدمتي الفيزيكال مزيان، راه غادي تضرب فيهم بجوج ونصف. يعني هما كاملين كيتسمى واحد النيش في ايباي، سمعتيني؟ كاملين كيتسمى واحد الحاجة اللي كتعتبر من حن ديجيتال في واحد الربح صافي لك، فيزيكال في واحد الربح اللي ماشي صافي ولكن زيد على الديجيتال، لان البروداكت نقدر نجيبو انا بخمسة دولار نبيعو بثلاثين دولار في ايباي، سمعتيني؟ نقدر نبيعو بثلاثين دولار في ايباي. العكس ديال الديجيتال نقدر نجيب بروداكت فري وشحال غادي نبيعو بخمسة ولا بستة ولا سبعة ولا حتى عشرة دولار. يعني هنا كتبقى واحد الاختلاف، واش انه 25 25 دولار بروفيت ماشي هي 10 دولار بروفيت. وكتبقى عاوتاني المهم كيعيطوا لينا ما باغيش حاليا، ما باغيش نجاوب تنسالي اللايف. اوكي قلنا اللايف غيكون فيه ساعه ولكن لا قريب من ساعه، قريب نكملوا ساعه باش نسالي اللايف. دوي لينا على ليميت ديال باي بال. ليميت ديال باي بال اخويا دويت عليه في البدايه ديال اللايف، البداية ديال اللايف دويت عليه، ودويت على السكريبت اللي كنديرو، ودويت على الماستر مايند، ودوينا على كل شيء. دزنا بقى السياسة وشوفوا شي حاجة أخرى، التربية الإسلامية تاعي. المهم انت زدت لي كتبيع فيزيكال على حساب أخويا كل شهر، وكيكون الوينين برودكت ديالو كل مرة وينين برودكت. يعني انت خدم قلب على الوينين برودكت غادي تلقى الوينين برودكت وتبيعو بطريقة عادية، راه مكاينش شي حاجة صعيبة. غير هو فيزيكال الكونت ديالك كيطول على الديجيتال، او تاني كيبقى في اختيار ديالك واش كان عندك البوسيبيليتي انك تبقى تكري بزاف ديال لي كارت لي كي لي زاكونت. كيفاش نكري كونت مغربي جديد فيك؟ شوف انا كنقولها ونعاودها هاد اللايف، عافاكم لي زاكونت مغربيه بعدو عليهم. راه دابا نحلو انا وياك كونت في نفس النهار، في نفس النهار يعني اليوم خميس
غادي تحل انت كونت ونحل انا كونت. انت مغربي انا يوكي، انا يو اس اي، انا جيرماني انا اي كونت. سويس عطيني ديال موزمبيق نحلو. واخا انت غادي تدوز من سيسبان، انا غندوز من سيسبان. طريقه عاديه على عيب، حط برودكت، بين انك عندك خبره مع اي بي فاش كدوي معاهم، بين انك كاين في التجاره الالكترونيه وكتعرف انك عندك اكسبيريونس في هادشي. ليست انت نفس برودكت، ليست انا نفس برودكت. انا غنجيب مبيع اول حاجه قبل منك، ثاني حاجه كثر منك، ثالث حاجه غيطول عليا الكونت على ديالك. لي فاكونت مغربيه راه كلهم في لاك، وهادي غير كول على يقين. لي سيت ديجيتال زادو مالغري كاين لي فيو خويا، غير الكاتيجوري باش لم لي سي فيها، ولا شوف يا اما عندك تعميط يا اما عندك بروبليم في البيمنت ميتو. مي كاع نسيت شنو كنت كنقلب عليه. المهم السيت اللي عطيتكم الدراري سكريني، والسيت ديال الاي دي كارد باش ما نبقاوش نعاودو نفس الهضرة عليه وصافي. انا كنقول لكم حاولوا بحساب واحد او باي دي كارد وحده تصايب بزاف ديال لي زاكونت. وكاين عاوتاني البانتريس، البانتريس راه تاهي فيها لي اي دي كارد. اقسم بالله شنو هما الأدوات اللي كتخدم بيهم. قلم، ورقة، شي حاجة أخرى، شي حاجة أخرى، شي حاجة أخرى، شي حاجة أخرى. مسطرة ما عنديش، ملونات بعدا. ملونات ضروري ما نذكروهم. شي حاجة أخرى، مغلقه ديال السيل الازرق. هادو هما الادوات. المهم الادوات اخويا راه كاينين سكريبت، انا كنخدم بزاف بلي سكريبت، كنحاول انني نشوف شي ديفلوبر يقدم لي سكريبت على حسب الشكل اللي بغيت ولا على حسب الفكره اللي عندي. واش بغيت انا كدير في فيس اسبان بالسيرفا سلام. بايونير اخويا ما علاقتها بسيسبان؟ ما علاقة بايونير بسيسباند؟ سيسباند عنده علاقة بالاي بي، عنده علاقة بالايتم اللي من السي، عنده علاقة بطريقة اللي السين، عنده علاقة بالدولة اللي حل فيها الكونت، وعنده علاقة باليوزر. ما عندوش علاقة بشي حاجة سميتها بايمنت ميثود. بايمنت ميثود قولي الليميت ديال باي با ديال اي باي، نقدر نقول لك اه ديك الساعة نقدر، ولكن باش تقول لي هذا ولا علاقة لهم. كاليفورنيا، هاي واحد لاكارت ناسيونال ديال كاليفورنيا. مشات، بغيت نوريها لكم ولكن مشات. منين كي باي بال مع بايونير؟ هي طلع عادي، ماشي شي حاجة صعيبة، ماشي شي حاجة تاني لي لي الليغال ولا الليغال. سي الليغال الليغال هي عادية، ممكن انك تخدم بيها. دقيقة
المجالات اللي بتخدم فيهم من غير ايباي او دي شي اسئله دي للاحاج قد كان خدم ادسنس كان المهم خدمتي انا دابا حاليا هي القليميطوط خدمتي حاليا هي القليميطوط سو القليميطوط صافي نقدر ندير لي ميطود انا اللي كنلقى نقدر يكون عندي خدمتي نقدر ندير الكوتشين ديال الدراري نقدر ندير المهم كتبقى خدمتي انا حاليا مركزة بزاف على انني نلقى لي ميطود برو واش الدولار ولا لي ميطود نقدر نخرجو وي يا خويا الزين ممكن تخرجو المهم دراري الى هنا انتهى اللايف كنا كملنا ساعة في سليك.